السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم معلمة اللغة الإنجليزية للصف السابع ولاء الدبعي من مدارس هبة الله. بإذن الله اليوم رح نبدأ بأول درس قواعد يا سابع من يونت 1 بعنوان Articles اللي هي أدوات التعريف من الستودنت بوك كتاب الطالب صفحة 8 كتاب الطالب اللي هو To the Max. Let's start يا سابع. Articles. We have two types of articles. وقبل ما نبدأ بأنواع الارتكلز بدنا نحكي شو يعني ارتكل. الارتكل هي أداة التعريف ودائما ما تسبق الاسم. في عنا اسم أنا بدي أعرفه، تمام، بعرفه حسب إذا كان هو اسم نكرة أو اسم معرفة، بعطيه الارتكل المناسبة إله. واليوم رح نتعلم إيش هي هاي الارتكلز وشو أنواعها وشو استخداماتها. Firstly, أولا, we have two types of articles. عنا نوعين من أدوات التعريف. The first one, definite article, الأولى اللي هي أداة التعريف المحددة أو المعرفة للأسماء المحددة أو المعرفة. And the second type, indefinite articles, اللي هي أدوات التعريف غير المحددة أو المعرفة. طبعا هلأ رح يتم ذكرهم مثل ما أنتوا شايفين. قلنا indefinite articles اللي هي a and an والdefinite article اللي هي the. هلأ رح نبدأ ونشوف إيش الفرق بينهم وإيش استخداماتهم. الindefinite articles a and an، قلنا أدوات التعريف غير المحددة أو غير المعرفة، أنا بستخدمها للإسم النكرة غير المحدد أو المعرف، وهذا الإسم شرط أنه يكون singular and countable noun، لازم يكون اسم مفرد واسم جمع يقبل أس الجمع. إذا كان اسم plural أنا ما بقدر أحط له a أو an، وإذا كان uncountable غير معدود كمان ما بقدر أستخدم معه a أو an. طيب السؤال هون يا سابع، بما إنه a أو an بيشبهوا بعض وبستخدمهم التنتين قبل الاسم المفرد والاسم المعدود، شو الفرق بينهم يا ترى؟ ننزل لهون. الـ a is used before a noun that begins with a consonant. الـ a تستخدم قبل الاسم، وقلنا هذا الاسم لازم يكون مفرد ومعدود ولكن يبدأ بconsonant. شو يعني consonant؟ يعني حرف ساكن. شو هو الconsonant؟ كل أحرف اللغة الإنجليزية ما عدا الvowels like p, t, c, etc. بينما الآن بستخدمها كمان before a singular countable noun قبل الاسم المعدود والمفرد ولكن begins with a vowel. هذا الاسم المفرد والمعدود بيبدأ بحرف علة أو بصوت علة. انتبهوا يا سابع، أنا ما بنتبه للحرف بقدر ما بنتبه للساوند، أنا بعامل الكلمة على صوت أول حرف منها. ناخذ مثال an apple و a chair. ننتبه ل apple and chair. Apple هي singular countable noun، اسم مفرد ومعدود ولكن بدأ ب vowel بحرف علة، فلهيك بعطيه an. While بينما chair بدأ بالساوند اللي هو ch بحرف السي، اوكي، فبعطيه a. إذا نتفق إنه هدول الاسمين apple و chair هما singular countable nouns، أسماء مفردة ومعدودة، but الأول start with a vowel and the second one start with a consonant. تمام؟ نيجي لـ the uses of indefinite articles. أنا عرفت الفرق والتشابه بين الـ a والـ an. طيب أنا متى بحط a أو an؟ We have three uses for indefinite articles. إلي عن أو عندي ثلاث استخدامات لأدوات التعريف غير المحددة اللي هي a و an. The first use for something mentioned for the first time. لحتى أحكي عن شيء ذكر لأول مرة. إشي بذكره لأول مرة، إذا هو اسم نكرة بعطيه a يا an. Like I bought a new pen yesterday. I bought a new pen yesterday. أنا اشتريت قلم حبر جديد امبارح. هلأ البن أنا ما ذكرت هاي المعلومة إني أنا اشتريت من قبل قلم حبر، إذا البن أخذت الأ. وانتبهوا يا سابع، بعيد وبكرر إنه الارتكلز هي للأسماء مو للصفات. لنيو هاي adjective
of pen صفة لا القلم الحبر اللي هو إنه كان جديد بينما الأ الارتكل كانت لا pen. Let's move to the second use للاستخدام الثاني for something which is one of many. بستخدم الأ والآن لما بدي أحكي عن شيء واحد من متعدد. Like I usually buy my clothes at a shop downtown. أنا دائما بشتري ملابسي من متجر أو محل بالداونتاون. مثل ما بتعرفوا إنه مثلا السوق بيكون فيه عدة محلات عدة متاجر لبيع الملابس وغيرها. أنا ما ذكرت هنا اسم الشوب، ما حكيت شو اسم المحل، قلت بشتري ملابسي من محل بالداونتاون. إذن الشوب هون كان واحد من متعدد، محل من عدة محلات، فأعطيته أ. And the third use of indefinite articles, الاستخدام الثالث لأدوات التعريف غير المحددة for introducing somebody's job, لحتى أقدم أو أعرض مهنة شخص أو شو عمله. مثلا بدي أحكي عن حالي أني أنا معلمة، بقول I am a teacher. A teacher. Okay. My aunt is a nurse. عمتي أو خالتي هي nurse، ممرضة. Okay. بدك تحكي عن حالك إنك أنت طالب، بتقول I am a student in Hibas school مثلا أو in Hibatullah school. إذا دائما لما بدي أقدم عمل أو مهنة شخص معين بعطيه a or an حسب الساوند، قلنا للسينجولر countable noun اللي بعده حسب صوت الحرف الأول من الاسم المفرد والمعدود. إذن الـ indefinite articles أدوات التعريف غير المحددة أو للأسماء غير المعرفة تستخدم دائما قبل الاسم المفرد أو المعدود، وبنتبه لـ the beginning of the sound أول صوت وأول حرف بالكلمة. هاي صورة توضيحية لحتى نوثق المعلومات اللي حكيناها. The difference between a and an، قلنا أول إشي إنه a and an have the same meaning، لهم نفس المعنى. Are indefinite articles برضو هم أدوات تعريف غير محددة. الفرق بينهم depends on، depends on يعتمد على the sound at the beginning of the next word، بيعتمد على صوت الحرف اللي بعد الكلمة. شوفوا هون الكلمات اللي بدأت ب خلينا نقول start with a consonant sound بصوت ساكن اللي هي كل أحرف اللغة الإنجليزية ما عدا الفوولز، like book frog lemon truck كلهم أعطيناهم a، بينما apple orange egg umbrella إلى آخره بدأوا بساوند بصوت الفوول، بصوت الفوول اللي هو حرف العلة، فأعطيتهم an. وانتبهوا أنهم المجموعتين أسماء مفردة ومعدودة، انتبهوا هون. Be careful، كونوا حذرين. The sound of the letter is important، صوت الحرف هو المهم مش الحرف. بقول a house ولكن an hour، الكلمتين بدأوا ب h okay وهي consonant، ولكن أنا هون لفظت a house ها house، بينما هون an hour لأنه ال h كانت silent ما بلفظها، فبدأت بصوت الفوول. تمام. هون a cold day an easy lesson، إذا كان صوت الكلمة بالفوول بعطي an، مع إنه ال easy هنا مو اسم، هي صفة للسن. Okay. إذن this rule applies to all words after a or an including adjective or adverbs. إذن الاسم إحنا مو مختلفين عليه، برضو إذا لحقته أو سبقته adjective أو adverb بيبدأ بصوت الفوول بعطي an. Let's move to the uses of the اللي هي ال indefinite article sorry the هي definite article أداة تعريف محددة تستخدم for both singular and plural countable and uncountable nouns، تستخدم للاسم المفرد والاسم الجمع، للاسم المعدود وغير المعدود، ولكن عشان نفرق بينها وبين الآ والآن منشوف شو استخداماتها. The first use for something repeated or understood، لا شيء مكرر أو مفهوم. This is the new pen I bought yesterday، هذا القلم قلم الحبر الجديد اللي أنا اشتريته مبارح. إذا بما أني أنا حكيت أني اشتريته مبارح معناته هذا معلومة تكررت. تمام. إذا الذا قلنا للpen. The second use for something which is only one،
استخدمه للأشياء اللي ما في منها غير واحد، مثل the moon orbits the earth، القمر بدور حول الأرض. القمر ما في عندي أكثر من قمر، هو قمر واحد، عندي أرض واحدة. أي إشي واحد فقط منه، ما في منه غير واحد، بستخدم له the. The third one for introducing species or an invention. Species or an inventions. Inventions, sorry. Species اللي هي الأنواع، أنواع الحيوانات، أنواع أي إشي موجود عندنا. Or invention اللي هو اختراع. Like the blue whale is the biggest sea animal. الحوت الأزرق هو أكبر الحيوانات اللي موجودة بالبحر أو البحرية. تمام. whale طبعا هو الحوت. شوفوا هون إجا عندي مفرد، moon إجا عندي مفرد، pen إجا عندي مفرد، وإذا إجا جمع وانطبقت على شروط إنه مكرر أو واحد من متعدد أو نوع لشيء أو اختراع، بعطيه the. هلأ more uses of the. هاي الصورة بتوضح لكم the word the is used before a noun which refers to only one thing of its kind. واحد نوع معين بس من هذا النوع أو واحد من هذا النوع، مثل the earth الأرض، the sun الشمس. The word the is used before a noun which refers to the whole class of persons, places, animals or things. اللي هو حكينا the species الأنواع. تمام. ناخذ اكسرسايز مع بعض يا سابع ونشوف كيف بدها تنطبق الشروط على كل وحدة. التمرين بيقول complete with a suitable article. بتقدر انت تحل معي على ورقة جنبك وبعدين رح نتأكد من الإجابات مع بعض. نناقش the first one. I am crazy about reading فراغ history books. أنا مجنون بقراءة كتب التاريخ. كتب التاريخ أول إشي بدي أشوف هل هي إشي محدد معرف أو لا. طبعا هي إشي محدد. والشغلة الثانية we have books. books هي plural noun، اسم جمع. هلأ الاسم الجمع منحط قبله أ أو آن؟ حكينا لا، لأنه الأ أو الآن بس للاسم المفرد والمعدود. إذا فورا رح أعطي the. من كانت إجابته صحيحة معنا؟ The second one. She is wearing فراغ ugly dress when she met her sister. انتبهوا هون الاسم كان dress اللي هو الفستان. الدريس هون كان مفرد ومعدود، اذا هون صار عندي شك هل هي ا او ان او ذا. طيب she is wearing فراغ ugly dress when she met her sister. هذا الاشي انذكر للمرة الاولى، للمرة الأولى. إذن بما أنه للمرة الأولى بده يكون يا أ يا آن. بما أنه بلش بأقلي بفول حيكون آن. ثلاثة فراغ moon orbits the earth. هاي انذكرت معانا واللي هي ذا، لأنه moon واحد ما في منه اثنين. I wrote my name at. أنا كتبت اسمي على top of the page، على قمة الصفحة أو بأعلى الصفحة. top إذن معروفة ده تكون ده. وهي از فراغ انجينير، بدي احكي انه هو مهندس. انا قدمت هون شو هو شغله شو عمله، ده تكون ان لانه برضو اسم مفرد ومعدود. وقدمت عمل او somebody's job. وشي went shopping and bought. هي راحت على التسوق او راحت تتسوق واشترت شيرت قميص من هالقمصان. اذا هذا واحد او شغلة انذكرت للمرة الاولى a shirt بما انها بلشت بكونسوننت. وهي از جون تو ايجيبت تو سي بيراميدز. راح على مصر لحتى يشوف الاهرامات. معروف الاهرامات اذا ذا، وكانت بلورال. ذا نايل ريفر، نايل ريفر برضه بتكون شيء معروف ذا. وماي سيستر هاز ان ابل فور ذا بريكفاست. تمام، لانه هي ابل من عده ابلز، واسم مفرد ومعدود زائد انها بتبدأ بفول. and I bought a new TV set yesterday. شيء انذكر للمرة الأولى، أنا اشتريت جهاز تلفزيون جديد مبارح. إذا شيء انذكر للمرة الأولى يا سابع. بتمنى أنه كان سهل عليكم درس الارتكلز أ وآن وذا، ومنشوفكم بفيديو تاني على قاعدة جديدة. يعطيكم العافية.